سيد قياح، أنت والد أحد المسافرين في هذه الطائرة، ما الذي حدث بالضبط؟ أقلعت الطائرة في تمام الساعة 11:08، وبعد وصولها إلى البحر الأحمر بحدود 400 كيلو من مطار عدن، تفاجأ الركاب بهبوط من مسافة 32 ألف قدم، ليتفاجأوا بأن كابتن الطائرة يقول لهم أنه يوجد خلل فني، وقرر الكابتن واسمه على ما أظن صالح الحمزة، ويعتبر هو خبير في الطيران ومن أفضل الطيارين في اليمنية، بأن هنالك خلل فني وستعود الطائرة. وعند اقترابها ب70 كيلومتر من مطار عدن توقف المحرك تماما عن العمل، وحاول الطائر بكل خبراته وإمكانياته واستطاع الهبوط بها سالما بمطار عدن. يقال أن الكابتن الطائرة رفض الإقلاع بالطائرة منذ البداية لأنها كانت تخضع للصيانة، فطمأنه مهندسو الصيانة في مطار عدن بأن الطائرة صالحة للطيران وطار بها على مضض، ولكنه تفاجأ وهي في الجو أنها غير صالحة للطيران. أود أن أذكر أنني أنا شخصيا طرت بهذه الطائرة أكثر من مرة من مطار صنعاء الدولي ومن مطار عدن. هذه الطائرة صناعة التسعينات، هي إيرباص 310، تم خضوعها للصيانة العام الماضي في مطار عمان وأعيدت للخدمة مجددا، حتى أنه أعيد أيضا طلاؤها لكي يختفي اسمها واسمها المنيرة. هذه الطائرة ليست صالحة للسفر، اليمنية تثبت يوما بعد يوم أنها لا تهتم بأرواح وسلامة اليمنيين، هي أغلى طيران في العالم، تذكرتها ما يقارب الربع مليون ريال، لا تتوفر فيها أي خدمة، معايير السلامة والأمان الدوليين لا يتوفران فيها، ويبقى المواطن اليمني عرضة للابتزاز من قبل هذا الطيران اللامبالي. طيب أستاذ محمود، يعني قبل الحديث حول تقييم طيران اليمنية الآن، يعني كيف هي أوضاع المسافرين بهذه الطائرة الآن؟ يعني هل هناك أي إشكالات؟ هل هناك أي مخاوف عليهم أو ما شابه؟ أولا أنت تعلم أنهم تعرضوا لصدمة، وكان يفترض بطيران اليمنية أن يستقبلهم بطقوس إسعاف في مطار عدن ليعلم حجم الصدمة التي تأثروا بها نتيجة هذا الموقف المرعب. منهم من يصاب بارتفاع ضغط الدم، ومنهم من يصاب بهبوط السكر، كما تعلم أنهم في أجواء حر، الطائرة حارة جدا، مكيفاتها لا تعمل أثناء توقفها في المطار، لا تعمل إلا بعد الإقلاع، وبالتالي صحة وسلامة الركاب نحمل مسؤوليتها اليمنية، ونحمل اليمنية كل ما ينتج عن مضاعفات لركاب هذه الطائرة الذين لا زالوا إلى هذه اللحظة التي أتكلم فيها معكم في باصات غير مكيفة داخل مطار عدن، لم يتم نقلهم للفنادق، لم يتم إعطائهم أي طعام أو شربة ماء. ولدي يحدثني قبل دقائق أنه حتى شربة الماء لم يسقوهم. لماذا يعامل اليمني بهذه الإهانة والإذلال؟ نعم. نحن نحمل اليمنية وسنرفع على اليمنية قضايا في كل ما يترتب من مضاعفات لهؤلاء الركاب. طيب أستاذ محمود، الآن في يعني كبديل لهذه الطائرة، هل هناك تحديد لطائرة أخرى ستقلع بشكل مالي إيصال الركاب للجهة التي كانوا يريدون الوصول إليها؟ يفترض أن تقوم اليمنية بإبلاغ الركاب أنه سيتم إدخال رحلة أخرى لإيصالهم إلى مطار القاهرة، لكن للأسف الشديد إلى هذه اللحظة لم يتم إبلاغهم بأي ترتيبات، ولا يعرفون هل سيطيرون اليوم أم غد. إلى الآن كما أقول لك لم يتم إعطاؤهم شربة ماء، فكيف بك تسأل عن توفير رحلة بديلة من قبل هكذا شركة تعيسة؟